مراسلتنا زمن، حابين انه ايضا نطمن من خلالها على وضع ذنون. زمن، ايوه مساء الخير. مساء الخيرات الشرقية وعلى كل مشاهدي متابعي قناة الشرقية. يا اهلا. طبعا الفرحه ما توصف، احنا فرحتنا بتوصيل ذنون الى المدرسة. هناك تفاعل كبير حقيقة مع قضية ذنون. هناك امور كثيرة خلف الكواليس، احنا تعبنا لكن تعبنا وصل الى ثمرة وهو توصيله الى المدرسة وفرحة ذنون. يعني ذنون طفل بريء يبكي ما يعرف يلزم القلم. اليوم ذنون يكتب، اليوم ذنون الصبح يقعد الوقت يطلع قبل التلاميذ بالمدرسه وياه ويوصل على المدرسه، هذه فرحه كبيره. لكن هناك حقيقه اريد انقلها من خلالكم، حمله امل طبعا حمله اخذت صدى واسع. نعم. محافظه دياله وبقيه المحافظات. هناك زملائي يتصلون بي من بقيه المحافظات. زمن، بس ممكن سؤال زمن، انت لمستي الناس انه تغيرت نظرتها الى هذه الشريحه من الاطفال، انه بس الناس اصبح انه ممكن تتقبل وممكن انه تضم اطفال كريمين النسب لعوائلها؟ هي هذه ايضا جدا. نعم. يعني حتى بيوصلون وياي حتى على الصفحه الشخصيه. نعم. الخاصه بي، حتى على الهاتف، حتى بيتواصلون وياي من بيت. يعني اكو ناس يطلبون انه يضمون الاطفال، فصارت النظره تختلف. حمله امل خلت امل عند كل الناس، مو فقط عند كريم النسب او اطفال الشوارع. هذه الحمله يعني اخذت صداها الواسع. هذه دعوه لكل امراه عراقيه وهي بالمحصله ام، ولكل رجل عراقي وبالمحصله اب. دعوه لكل عراقي غيور على ابناء بلده، اذا كان اعلامي او طبيب او دكتور او معلم او ناشط مدني، انه توصل له هذه الرساله الانسانيه العظيمه. نعم. حتى توصل للعالم العربي، وحتى احنا نقدر نلم جراحاتنا ونقدر نطلع من هذه الازمه ونوصل الى نتيجه وننتشل هؤلاء الاطفال من هذا الواقع المزري المؤلم. حمله امل اعطت للجميع الامل، واني اول من اعطتني الامل. شكرا زمن على هذه المداخله، وبانتظار قصص أشكر جهودك الواضحة ويانا، وإن شاء الله تكملين ويانا في حملة أمل. شكرا جزيلا إلى الزمن. إن شاء الله. شكرا جميعا. عزيزي بارك الله فيك.